أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: والدي قد وجد ركازا في أحد الأماكن الأثرية ثم احتفظ به، والآن قد توفي والدي، ما هو الحكم علما بأن الركاز عبارة عن قوالب ذهب؟ والله هذا تراجع فيه المحكمة الشرعية أو المفتي اللي في البلد وينظر في الموضوع هذا، يحتاج إلى نظر، هل هذا الذهب أو الفضة هل هو جاهلي ولا إسلامي؟ إن كان إسلامي فهو في حكم اللقطة، وأما إن كان جاهليا فهو الركاز، فهذا ما ينظر فيه إلا إما المفتي المعتمد وإما القاضي. نعم.